المرة اللي فاتت احنا ظبطنا الباك جراوند في الكومب بتاعتها، لكن المرة دي احنا عايزين نظبط الباك جراوند علشان نغمقها كلها عشان تليق على الديزاين. فاحنا هنروح من هنا هقول له كيرفز، وممكن ليفلز برضو، بس هشتغل بقى بكيرفز. في كيرفز احنا عندي يا اما المربع ده او الجزء الفوقاني ده، ده بتاع الهايلايتس. يعني ايه الهايلايتس؟ يعني المناطق الفاتحه. لو انا عملت كده زي ما انتم شايفين، المناطق الفاتحه اللي زادت اكتر من الغامقه، لكن لو عملت كده فانا بغمق الفاتح. المناطق اللي تحت هنا ده الشادو، خلاص بالمنظر ده كده. كنترول زد زد، دي الميدتون، يعني بغمق كله مع بعض. يمكن علشان كده انا بفضل ليفلز، لان ليفلز التحكم بتاعه قوي جدا عن كيرفز. كيرفز كده كده الكيرف كله بيتحرك، يعني عملت كده ورفعت كله بيتحرك، عكس ليفلز. ليفلز زي ما احنا شفنا المره اللي فاتت، انت بتكنترول البوينتس الفاتحه، الغمق، الميدتون، يعني اللون اللي هو في النص. اما كيرفز فيمكن بيستخدم اكتر. انا عايز اعمل اوفرال او جنرال كلر كوركشن، يعني هكلر كوركت بس من غير ما ابقى عايز اعمل كنترول جامد قوي على البوينتس. اما هنا فانا كل اللي هعمله ان انا هسحب البوينتس بتاعتي تبقى غامقه شويه. طبعا دي غمقت خالص، فانا عايز اسحب كمان المنطقه اللي فوق دي. الشادو انا مش عايزه يبقى محروق بالشكل ده كده، فانا هطلع الشادو بوينت بالمنظر ده كده. كده بس انا اديت زي كونتراست للصوره بتاعتي. ممكن كمان احط ليفلز كاكسترا كنترول واخد الكلر كله بالشكل ده كده. خلاص هنا بقى انا طالما اشتغلت بليفلز انا هطلع الشادو بوينت. افتكر هي كده هتبقى حلوه جدا، لان احنا لسه هنكمل بقيه الشغل. دول محروقين قوي، ممكن ارجع للباك جراوند تكتشر بتاعتي اللي هي افتكر هي دي، تمام، وارجع دول لورا وهرجع هنا هلاقيها فتحت زي ما احنا شايفين، تمام. ممكن نفس الموضوع ازقهم لقدام شويه عشان يبهاتوا سنه، وهاجي هنا هلاقي الدنيا مظبوطه. فدي ميزه انك انت بتظبط نفسك بين الاثنين. طيب بعد كده انا عايز احط بنسميه فينييت. يعني ايه فينييت؟ يعني بتحس ان هنا الاطراف غامقه كده والنص فاتح. ده سهل قوي. لو احنا رحنا لير نيو سوليد، ودي هنسميها فين، اختصار فينييت. ممكن تعملها هي لونها نفسها اسود، او ممكن نروح من افكتس ونحط فيل، دبل كليك على فيل. طبعا هيقول لي الكلر، هقول له الكلر اسود. انا عايز اعمل زي ما قلنا شكل بيضاوي كده، اسهل طريقه له بدل ما اقعد ارسمه بايدي. هكليك واطول الضغطه شويه واخد الاليبس تول، كليك على الاليبس تول، دبل كليك على الاليبس تول، هيعملها بالمنظر ده. بس خلي بالنا احنا قلنا الماسك يا اما اد يا اما سبتراكت، يعني دبل كليك قام عامل لي الماسك ده. واحد يقول باشمهندس بضغط دبل كليك ما بيعمليش، اتاكد انك انت عامل سيلكت على السوليد. بس الماسك ده انا مش عايزه اد، انا عايزه سبتراكت، انا عايز افرغ اللي جوه الماسك واسيب اللي بره الماسك. فالماسك ده بدل ما هو اد هقول له سبتراكت. طبعا مش عايز الايدجز شارب، فهروح للسوليد واضغط اف واعمل الفيذر بالشكل ده. اصبحت دي او ده الفينييت بتاع الباك جراوند بتاعي. طب كده الدنيا زي الفل، خلصنا كده من الباك جراوند اليمنتس، تمام. نضغط اف 4، ولو هنشتغل بنظام الاثنين دول هعمل لهم مثلا كلر كود وليكن اورنج، بحيث ابقى عارف ان الكلر كود ده او الليارات دي هي بتاعه الباك جراوند. عايزين نكتب بقى التكست، هنيجي هنا نكليك، تمام. وللاسف ما عنديش خط هنا حلو بصراحه هينفع. ليه مثلا نقول له نكتب
نكتب ايه نكتب ايه نكتب ايه ايبك في اف اكس. دبل كليك على ايبك في اف اكس الاثنين مع بعض، وهسيبها اريال. والله هخط الاريال كويس، مش قوي يعني بس هيقضي. واصغر الفونت تمام، واروح هنا للتكست بي رايت كليك ريسيت. طبعا دي طالعه ان انا عامل حروف الكابيتال فهشيل دي بالشكل تمام. وهروح للبان بيهايند تول كنترول واقوم ساحب دي هنا. بعد كده التاني هعمل ريسيت للبوزيشن عشان تيت اوبس كنترول زد. طبعا لما عمل ريسيت انا لسه على البان بيهايند تول، فهكليك واروح لدي رايت كليك ريسيت للبوزيشن، بقت بالمنظر ده. التايتل مالي الصفحه شويه، فانا ممكن اخلي 110 حاجه بالمنظر ده. احنا قلنا ايه؟ قلنا ان اي تكست تنزل كنترول شيفت سي على طول، كليك كنترول شيفت سي، ودي هنسميها بقى تايتل تكست، واقوم عامل اوكي. بالمنظر ده اقدر ادخل جوه تايتل تكست واعمل هنا اللي انا عايزه تمام. جميل، نيجي على تايتل تكست. اولا انا عايز اكتبها زي الستروك زي ما احنا شفناها، فهاجي هنا اولا ده الفيل كلر، فانا هقول له انا مش عايز فيل كلر، لكن هاجي على الستروك كلر وكليك هنا ده الكلر نفسه. ممكن اضغط كده واقوم رايح واخد مثلا كلر زي الكلر ده تمام. ممكن الستروك بدل ما هو بواحد اخلي الستروك بأربعة مثلا، حاجه بالشكل ده. طب احنا شفنا واحنا في الديمو التكست دي كانت تحس ان هي مقطعه او في حتت منوره زياده وحتت لا وحتت مقطوعه والكلام ده كله. في افكت حلو قوي اسمه بلوك. هنروح هنا في كاركتر، خلاص انا مش عايز كاركتر دي في حاجه، لايبرريز مش عايزها في حاجه برضو. هنا اكتب بلوك افكت اسمه بلوك ديسولف. لو ضغطنا على بلوك ديسولف دبل كليك هيتطبق على التكست. بص كده لو شفنا، لو عملنا ترانزيشن كومبليشن هنلاقيه بيعملها بالشكل تمام. جميل، انا عايز يعني ازوده شويه. عندك البلوك ويدث وهايت، لو زودت دي هيزود المسافات. نفس القصه على هايت، اهو هو ده اللي انا بتكلم عليه. يعني هنلاقي حتت في التكست ضلمه، حتت مقطوعه، حتت مش عارف ايه، هنلاقيها بالمنظر اللي احنا شايفينه ده. افتكر الهايت لو قللنا شويه او زودنا سنه يعني هنلاقيها بالشكل ده. طبعا الترانزيشن كومبليشن لو انت زودته هيشيل التكست تماما، انا مش عايزه يشيلها تماما، انا عايز بس يبقى فيها تشبيحات زي اللي احنا شايفينها دي. دي كده التكست الاولاني. طبعا انا هعمل كذا لاير على التكست. اولا باك جراوند تكتشر خلاص انا مش عايزها في حاجه، ساوند ديزاين خلاص برضو انا مش عايزها في حاجه، انا عايز اشتغل هنا زي ما احنا شايفين اللي بنشتغله هنا بيسمع هنا كده تمام قوي. لكن عايز اقول لكم على حاجه كمان احلى من ده. ايه رايكم احنا كده كده يعني واحنا شغالين احنا نعمل كذا دوبليكيت من التكست دي عشان نديها اللمعه اللي احنا شفناها. فانا عايز اجي هنا وهاخد ده كات بالمره كمان عشان نعرف ناخد الافكتات منين ونديها. هاخدها كات ليه؟ عايز اسيب دي ساده كده بحيث هنا تبقى التكست ما عليهاش ولا افكت، اغير زي ما انا عايز واروح هنا. مش انا عامل هنا بريكو ايديت بيست بس تمام، بحيث هنا اشتغل زي ما انا عايز. يبقى انا كده واحده، انا عندي التكست الاولانيه او الكومب الاولانيه دي فيها التكست لوحدها ومسمعها معايا هنا، واحط الافكتات اللي انا عايزها تمام.
لكن احنا زي ما احنا قلنا احنا نعمل انت في حاجة زي دي بتعمل تايتل واثنين وثلاثة واربعة وخمسة حلو. فهنا انا حاطط افكت ولسه هعمل افكت التاني اللي هو الجلو. دبل كليك على الجلو هيبدأ يديني الحاجات اللي احنا شايفينها هنا تمام. وهعمل دبل كيت كذا مرة يعني انا هعمل دبل كيت من دي كذا مرة. ليه؟ لان انا هعمل دي 3 دي هعملها 3 دي وهزق كل واحدة ورا التانية بحيث ناخد عمق. طب انا عشان اعمل كل القصة دي وانا عندي افكتس رخمة فالاحسن نعمل ايه؟ هتمسك الكومب دي وكنترول شيفت سي تاني وهتقول له هنا حاجة اسمها المرة دي بقى بيقول لك ليف اول اتريبيوتس ولا موف اول اتريبيوتس. يعني ايه؟ لو انت قلت له ليف هيعمل بري كومبليت تكست وهيسيب دول زي ما هم فوقها. لكن انا اللي انا عايز اعمله انا عايز اخد اللاير بالافكتات اللي عليها فهقول له موف اول اتريبيوتس. اما دي فهسميها تايتل تكست مكان كلمه كومب هكتب كلمه اديت عشان ابقى عارف ان دي هغير فيها وكليك تمام. دبل كليك هنا بقى هنا نشتغل زي ما احنا عايزين ونغير زي ما احنا عايزين وهتسمع لي في الكومب الرئيسيه. انا بحاول على قد ما اقدر ان انا اخلي الكومب الرئيسيه دي وما فيهاش اديت كتير تمام. هروح هنا بقى ده بالمنظر دي بقى او دي بالمنظر ده كده. افرض انت يا سيدي وانت شغال ايه ده الاستروك جه تخين عادي دبل كليك هنا ارجع للتكست وروح هنا وخلي الاستروك بثلاثه اقفل الدنيا ظبطت معاك تمام. نيجي هنا بقى دلوقتي احنا عملنا الجلو. بص الجلو الثريشولد لما تقلله الجلو بيبقى على الفاتح يعني بيجي على مناطق الفاتحه قوي. طبعا لو قل قوي كده هلاقي دي بقت بالمنظر ده تمام. فانا هسيبه كده شويه ممكن نعلي الراديوس اهو فالراديوس بتاعه بيعلى انا اعليه سنه. طبعا انا كل ده لو جينا نبص هنا هنلاقيه مسمع هنا تمام. هرجع هنا. طب انا دلوقتي عمال اشوف دي على اسود يعني انا عمال اعلي دي واشوف. طب افرض انا عايز اشتغل في الكومب دي بس ابقى شايف اللي بيحصل هنا اعملها ازاي؟ بسيطه. بص كده اقف على الكومب اللي انت عايز تشوفها فوق هنا انت عندك اللوك ده او الفيور لوك. لو قفلت الفيور لوك وقمت جاي رايح هنا بص انت شغال هنا عادي بس الفيور ده بتاع الكومب الرئيسيه وده احسن تمام. فانا لو سحبت ده كده مثلا وسبت اهو بشوف الافكت او الباوز تمام كده مثلا ده الراديوس اقل ازود زي ما انا عايز. انا عايز اخلي الراديوس ده عالي شويه بحيث يبقى كان النور ده ساقط على الحيطه. وفي حاجه بقى مهمه طالما هنبدا نشتغل هاي كواليتي بروجكتس وهنحط جلو بالذات تحديدا لو رجعنا للبروجكت في هنا حاجه اسمها البي بي سي اللي هي بت او اللي هو اللي هي بت بير تشانل تمام. ده الكالر ديبث يعني كده انا معايا 8 مليون كالر او 8 او بنسميها الكالر ديبث 8 مليون لون في التشانل 8 مليون لون. بس ال 8 مليون لون دول ما يدوليش الكواليتي الكافي يعني. بص لو رحنا دي كده ضغطناها ورحنا لديبث بدل 8 خليتها 16 بص على الجلو وقلت له اوكي ما ظهرش او مظبوط. طب بص كده لو طلعنا من 16 ل 32 ها هيولع بالظبط تمام. بس في المقابل البروجكت تقيل فيستحسن نشتغل على 32 بس يعني عشان معانا اجهزه ممكن تكون قليله فهنشتغل على 16 تمام تمام. نفتح هنا كده ودي الميزة بقى ان انا سايب الفيور بتاع السين دي هو اللي قدامي عشان ابقى شايف. لو انا
عامل دي على باك جراوند سودا انا مش هبقى شايف حاجه، كل اللي احنا شفناه مش هيبقى متشاف. تمام. طيب كده حلو، دي التكست الاولانيه. تمام. هعمل كنترول دي، كنترول دي يعني بعمل دبل كليك. التكست اللي تحت دي انا هزود الراديوس شويه، التكست اللي فوق انا هقلل ده شويه مش قوي كده. تمام. وهقلل الراديوس شويتين. عارف انت احنا بنعمل تدريج للجلو، بس في نقطه عايز اعمل اف 4 وفي البلند مود اخلي دي اد، دي اد لدي. والجميل بقى اطلع للبلوك دي سول وغير فيه كده مثلا، ونخلي الوسع او هي ضيقه كده مثلا ودي واسعه كده او اضيق اهو، شفت؟ تمام. نيجي هنا للريديوس دي كام؟ 77. تمام. افتكر اهو بدأنا ناخد ريديوس تاني، كنترول دي تاني، نروح للترانزيشن كومبليشن ونزوده شويه، ونزود البلوك ويدث والبلوك هايت. طب لو احنا شايفين الفاريشن حلو قوي بين الاثنين. في الجلو راديوس انا عايز الراديوس ده بقى يبقى مركز قوي عند الحروف. تمام. بالشكل ده ما تجيش بقى تقول لي ايه وانت كده تقوم رايح هنا وتقول لي بقى انا هقلب ال 32. بايظه بايظه. تمام. هي شكلها حلو على فكره بس هي عايزه تظبيط تاني. يعني انت عايز تيجي هنا مثلا خلاص والراديوس ده يكبر وده الثريشولد بتاعه يكبر، وعايز تيجي هنا وهكذا. فهي يعني من الاول تبقى ظابط الكالر ديبث بتاعك عشان يبقى مظبوط. تم. افتكر احنا ممكن نحط كمان واحده او ممكن نيجي للي فوق دي ونزود الانتنسيتي بتاعه الجلو زي ما احنا شايفين. ما افتكرش ان هي هتزيد او ممكن نزود الريدس شويه. تمام. ممكن ناخد ده تمام، لكن احنا عايزين نخلي دي منوره اكتر من كده. كمان ممكن احط كمان واحده عملت لي فرق جامد. تمام. واقلل شويه في ده وازود شويه في الترانزيشن كومبليشن او اقلل فيه وات ايفر. تمام. واخد الراديوس لورا شويه والثريشولد اعلي شويه. تمام. واخلي دي بواحد. ممكن فوق ده كله نعمل لاير نيو ادجستمنت او كنترول الت واي عشان نعمل ادجستمنت. الادجستمنت دي هكليك واضغط انتر ونسميها اكسبوجر. هو الافكت اللي هنحطه. هاجي هنا واكتب اكسبوجر دبل كليك. كل الحكايه لا كنترول اكس لان راح غلط. انا عايز هنا اسحب ده احطه هنا في الاكسبوجر. هاجي هنا وهرفع الاكسبوجر ده سنه زي ما احنا شايفين. ممكن اقول له بري باس لينير. تمام. ممكن اخد الجاما لورا شويه او ممكن ارفع الجاما لقدام. المهم اخد كلر شكله ظريف. افتكر كده الدنيا تمام. يبقى هنا بص بقى احنا لو عدلنا في التكست دي شوف كل ده هيتعدل وده هيتعدل. عشان كده بقول حاول يعني افهم طريقه الشغل علشان
تعرف تشتغل بشكل يسهل عليك حتى لو انطلب منك اي تعديل. طب كده كويس جدا. تعالوا نتست حاجة. لو عملنا Ctrl Alt Y حطيت Adjustment Enter وهنسمي دي Curves، وهاجي هنا واحط Curves، عايز ادي Contrast اشوف الديزاين بتاعي شكله عامل ازاي. اسحب دي لتحت واسحب دي لفوق، هتشوف الديزاين بتاعك شكله بقى عامل ازاي. طبعا انا مؤقتا انا بس عملت دي كتست، كنوع من التست عشان اطمن ان الجلو بتاعي تمام وعامل كاستنج على الباك جراوند من ورا. اقفل بقى دي من دلوقتي وتعالى نكمل. دلوقتي احنا عايزين نعمل من دي زي مجموعه خطوط ورا بعضها كده تمام، او كانها مكتوبه كذا لير ورا بعض يعني. فانا هعمل من دي الاول، انا هغير اسم دي، دي هسميها تايتل 01 مين تمام. يبقى انا كده عندي التايتل مين دي ما بعملش فيها حاجه. لو عايز اعدل اي افكت هعدله هنا، والتكست نفسها هعدلها هنا خلاص، ونوحد بقى. نيجي هنا انا مش عارف هي فين، تعال ندور تايتل محطوطه في سينز تمام، محطوطه في سينز. طبعا ده مش تنظيم تمام، لكن لو جينا في سينز دي هكليك وهعمل فولدر، ده هسميها سين 01. جوه سين 01 هحط الحاجه بتاعتها كلها، وده نفس القصه. هنيجي هنا على تايتل هسميه 01 تكست انتر، وهاجي هنا برضو ده هسميه 01 ايديت تمام، و مين تايتل 1 مين. ماشي جميل. نيجي كنترول دي عشان نعمل دبل كيت. بس قبل ما نعمل دبل كيت بقى عايز اضغط اف 4 واقلب كل دول ل 3 دي تمام. هقلب كل دول ل 3 دي. لو رحنا للتكتشر انا عايز اشيل الفينيت ده مؤقت، لا هسيبه تمام هسيبه، و مش عارف يستحسن لو خدت كنترول اكس ودخلت هنا رحت حاطه كنترول في تمام، افتكر كده احسن. هقلب الباك جراوند 3 دي وهقلب التايتل، هقلب التايتلز دي كلها 3 دي. ليه بقى؟ هاجي على دي وازقها ورا دي سنه. بس قبل ما ازقها ورا دي بقى تعالوا نظبط الاماكن تمام، عشان نظبط الاماكن هتكلم فيها في المحاضره اللي جايه.